أولا بالنسبة لهذه النتيجة التي تضمنت التصويت بنعم للدستور، جاءت نتيجة ما تضمنه هذا الدستور من مبادئ عريضة تسمح للشباب، تسمح لفاعلي المجتمع المدني المشاركة في صناعة القرار السياسي والمشاركة حتى في تسيير الشؤون العمومية. إذن ما جاء به الدستور يعني في إطار الديمقراطية التشاركية التي طغت على كل النصوص والمواد القانونية للدستور، هذا يعتبر يعني بمثابة انطلاقة حقيقية للتغيير. المجتمع المدني يعني في 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 المستقبل سيكون يعني مجتمع على عاتقه مسؤولية كبيرة من خلال التحديات القادمة في كل المجالات، ويجب أيضا على المجتمع المدني أن يشارك في كل يشارك بمقترحات ويقدم مشاريع لمؤسسة الدولة، وتكون له نظرة استشرافية مستقبلية من أجل رقي بالجزائر إلى المستويات العليا. وكذلك المجتمع المدني هو مجتمع مدني يعني في حاليا في الدستور أعطاه مكانة قوية. بعد صدور النتائج الأولية المعلنة حول الدستور الجزائري 2020، فإن قدماء أكشاف اسم الجزائر تطالب وتنادي بأن تفعل كل المواد التي نضعت من أجلها فيما يخص المجتمع المدني، سواء كان المرصد المدني للمجتمع المدني وكذلك المجلس الأعلى للشباب. كل هذه الآليات التي خصصت في هذا الدستور متعلقة بالمجتمع المدني، نطمح نحن كقدماء أكشاف اسم الجزائرية كذلك وننادي بأن تكون تمثيليتها في هذه الهيئات تمثيلية حقيقية لما يوجد في الميدان من جمعية وفواعل حقيقية متواجدة في الميدان، ويكون المعيار فيها الكفاءة والنزاهة